السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا درس من دروس الربح من الانترنت ومع عملة الدوغ كوين. شفنا في الحلقة القادمة فري دوغ كوين اللي هو يعتبر من احسن واجود المواقع الصادقة لربح دوغ كوين. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الفوسيت او صنبور من صنابير الدوغ كوين. هو صنبور اكثر من رائع، اكتشفته صدفة في الانترنت واريد تقاسمه مع مشاركين القناة. كيف مشو هو هذا لو سيت digitask.ru، وغادي تلقاو ان شاء الله لو ليان ديالو ولا رابط الموقع في لا ديسكريبسيون، تحت في لا ديسكريبسيون. العمل ديالو سهل جدا، خاصك اول حاجه ادريس دوغ كوين. هاد الادريس دوغ كوين تقدر تجيبها من بزاف المحافظ اللي كيعطيو دوغ كوين. وخاصك ثاني كونت فوسيت هوب دوت اي او، هاد فوسيت هوب هي اللي غادي نجمعوا فيها دوغ كوين. بالنسبه للانسكريبسيون ما غاديش نشوفوا الانسكريبسيون لانها سهله جدا في لي سيت بجوج، في المواقع موقعين اثنين. في الموقع الاول خاصنا غير نديرو لادريس دوغ كوين. كنديرو لادريس ديالنا دوغ كوين، نوريكم كيفاش. هو موقع جميل جدا، كان عندنا 0.3 دوغ كوين في كل ثانيه، يعني نقدر نبقى نجمع الدوغ كوين، خاص غير شويه الجهد والمثابره. كيف ما شفتوا هنا لادريس دوغ كوين كنحطو هنا في لادريس. هذا رابط الريفيرال ولا رابط الاحاله ديالكم، الاحاله ديالكم. وبالنسبه للاحاله سي 5%، يعني 5% 5% ريفير 5%، يعني بالنسبه للاحاله هو ضعيف جدا ولكن قوي، موقع قوي بالنسبه للدوغ كوين. ندير جو نو سوي با ان روبو، اختاروا مثلا اختاروا كابتشا. نيميرو دو رو، فوالا. وغادي نمشي هنايا ندير جيت لتحت، جيت ريورد، جيت ريورد. كيف مشو هي 0.3 dog was sent to your to you on facethub.io. دونك بارفي 0.3. غادي نمشيو ثاني نديرو هكا، وهذا الموقع جميل جدا وغير معروف بالنسبه للعرب، القليل من العرب الناس اللي كيعرفوا هذا الموقع. وفضلت نبارطاجيه مع الناس ديال القناه، المشاركين في القناه. غنمشيو ثاني نديرو مثلا ماشي فاليدي، هنايا فاليدي، ونهبطو لتحت نديرو ريورد، جيت ريورد. وكيتزادو دوغ كوين كيتزاد عندنا في سميتو، فوالا 0.3. الا شفتو هنايا كان عندي 103 كليم، عندي 45 دوغ كوين فاصله 6. هادشي رجمعتو غير البارح واليوم وما مخدمتش في الموقع بزاف. غادي نديرو هنايا واحد اكتواليزاسيون، اكتواليزيو هذا لاباج، نشوفو كيف مشو هادوك لي دو كليم اللي درنا دابا، هما هادو تزادو هنا، ومن ولات 46.20. فوالا جاست ناو ان مينيت. نعاودو نديرو وحدين اخرين لي نتأكدو من السيت، ومن بعد ان شاء الله هاد الدوكوين غنصيفطو لواحد الموقع اخر كيتسمى ايوبوت، ديال تعدين الدوكوين وتحويل الدوكوين الى البيتكوين اتسيتيرا. وهاد الموقع ان شاء الله غادي نشرحوه في الحلقة القادمة ان شاء الله. نعاودو نديرو هنايا مثلا دوفونتور
Regarde ça. Vas-y, vas-y, vas-y. 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 Voilà, on me fait get reward. On me fait faucet DNA, les faucet hub, et puis je m'en fais à Docqueen. On me fait actualiser. Voilà. هي ولات 47 فاصلة خمسة كانت فاصلة جوج ولات فاصلة خمسة هنايا 106. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد لا فيديو. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق حول الدوك كوين، هذه فرصة رائعة لجمع هاد العملة، ما حد الثمن ديالها باقي قليل قليل وقليل جدا. الصنابير كتعطي لي دوك كوين مزيان. دونك شرحنا في الحلقة القادمة فريدوغ دوكوين، ودابا هذا الموقع الثاني. نتمنى تكون توفقت في الشرح ديال هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو هذا الفيديو وتابوناو في لاشين، ومرحبا بكم.